للمزيد مشاهدينا أيضا من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير. نور يا فندم، اهلا بك واهلا بالساده مشاهديك. اهلا بحضرتك. يعني في هذه الفتره من التغطيه بنستقرئ سويا الشائعات الاسرائيليه في مواجهه الدور المصري الاهم ربما والاكثر تاثيرا فيما يخص القضيه الفلسطينيه. كان من ضمن هذه الشائعات اعاقه وصول المساعدات من معبر رفح، ويمكن في الاساس معبر رفح دائما مفتوح منذ بدء الازمه، ومصر في الاساس كانت هي اللي بتساعد حتى الدول العربيه اللي حابه تدخل مساعدات أو بتقوم بالتنسيق في هذه المسألة. إذن كيف ترد مصر دائما على اتهامات ليس لها أساس من الصحة كهذه؟ طبعا بتتخذ إسرائيل سياسة واضحة، وهي سياسة الهروب إلى الأمام، على اعتبار أن ما حدث من الفريق القانوني من دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ما هو إلا تهرب من المسؤولية، وعلى اعتبار ان اسرائيل تتحمل يعني هناك ضغوط كبيره في الداخل الاسرائيلي على حكومه نتنياهو، وبالتالي هي تسعى الى ان تقوم بالعمل على احداث توترات في المنطقه تفضي الى بقاء هذه الحكومه لاطول فتره ممكنه. الدوله المصريه لا احد يستطيع ان يزايد عليها، الدوله المصريه تحلت بصبر ايوب في التعامل مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وكانت اكثر دوله معنيه بصناعه السلام في العالم وفي الشرق الاوسط، باعتبار ان القياده السياسيه المصريه ومنذ اللحظه الاولى اخذت على عاتقها العمل على كسر الحصار على قطاع غزه، وقد شاهدنا وبشكل متتالي ومتزامن كيف كان لجيش الاحتلال الاسرائيلي صعوبات واضحه ووضع العراقيل امام دخول المساعدات الى من معبر رفح الى معبر العوجه، اي يعني اي ان هذه المساعدات تسير لاكثر من 100 كيلو ثم تتجه الى قطاع غزه وفي الداخل القطاع، وبالتالي الدوله المصريه يعني سعت وبكل قوتها الى اظهار انها دوله صانعه للسلام، دوله تستطيع ان تلعب ادوار كثيره ومركبه، وشاهدنا المؤتمرات الصحفيه المتتاليه التي عقدت لكبار القاده العالميين، شاهدنا يعني سكرتير عام الامم المتحده، شاهدنا رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء اسبانيا باعتباره الرئيس الحالي لرئاسة الاتحاد الاوروبي، وشاهدنا ايضا فون فاندرلاين، وشاهدنا مؤتمر صحفي عالمي عقد من الهيئه العامه للاستعلامات المصريه وبمشاركه اكثر من يعني 500 وسيله اعلام دوليه كدلاله واضحه على ان ليس هناك ما تخفيه، ولكن اسرائيل وفي اطار نهجها الواضح وتاكيد الاكاذيب والمزاعم الاسرائيليه الواضحه تسعى الى تحميل مصر يعني مسؤوليه لن تقع على عاتقها. الدوله المصريه لم تغلق معبر رفح ولو لثانيه واحده، وشاهدنا ان اسرائيل قامت بقصف المعبر من الداخل من الجانب الفلسطيني اكثر من 4 مرات متتاليه كدليل واضح على ان هناك خطه ممنهجه وسعي دؤوب، بالاضافه الى تصريحات المسؤولين الاسرائيليين التي قال فيها وزير الدفاع الاسرائيلي وبمنتهى الفجاجه والوضوح انه سيقوم بقطع المياه والكهرباء والوقود وكل شيء تمت لي مظاهر الحياه بصله، كدليل واضح على ان هناك رغبة حقيقية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لفرض حصار وتجويع، بالإضافة إلى وجود أيضا يا فندم احنا بنتحدث على فرض هذه المزاعم الكاذبة، هناك أكثر من 5 معابر أخرى، يعني معبر القرارة ومعبر بيت حنون وأيضا معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم، كلها معابر تضع يعني موجودة تحت يد الاحتلال الإسرائيلي، وكان ومن المفترض أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة عن قطاع غزة لأنها سلطة احتلال، وهي من المفترض أن تقوم بإدخال هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة. ونحن نتحدث دكتور عن المساعدات، يعني مصر دائما تقوم بدور مهم ومتزن لكل البلدان الشقيقة ليس فقط فلسطين، لكن على ذكر الأزمة الفلسطينية هل حجم المساعدات الذي قدم إلى فلسطين هو الأكبر ربما في تاريخ المساعدات التي قدمتها مصر لأي دولة مثيلة أخرى؟ يعني مصر بتعتبر الشعب الفلسطيني هو جزء من الشعب المصري، والقضية الفلسطينية هي قضية مصرية بامتياز، وفي الأساس الدولة المصرية وعلى مدار تاريخها هي تحملت العبء الأكبر سواء إنسانيا أو سياسيا في دعم القضية الفلسطينية، وهنا أتذكر أن قطاع غزة تعرض لأكثر من 5 اعتداءات متكررة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تنجح دولة في العالم في فرض إرادتها ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا الدولة المصرية، بالإضافة إلى أننا لابد أن نتذكر الاعتداء الأضخم
في مايو 2021 وكيف نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، إدخال أكثر من 3250 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وليس هذا فقط ولكنها اتجهت لتقديم منحة 500 مليون دولار في ظل أوضاع اقتصادية عالمية كارثية، بالإضافة إلى بناء الكثير من الوحدات السكنية. وشاهدنا صور الرئيس السيسي ترفع لأول مرة كرئيس مصر، ترفع صوره على اللوحات الإعلانية داخل قطاع غزة كدليل قاطع على أن هناك مكانة كبيرة للدولة المصرية ولقيادتها السياسية في داخل القطاع. وبالتالي هذه التصريحات التي خرجت من فريق الدفاع القانوني ما هي إلا محاولة فتنة، محاولة زرع فتنة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، وهذا لن ينجح لأن الأرضية صلبة وقوية وقائمة على ثوابت تاريخية ودعم تاريخي لا يستطيع أحد أن يزايد عليه. نعم، يعني لو بنتحدث أيضا عن المحاكمة الأهم ويمكن هي سابقة خلينا نقول لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حضرتك تكلمت أنه إسرائيل دائما حتى في مواقفها تجاه مصر بتقوم بحيل، يعني حيل دبلوماسية، حتى في أثناء اتهامها وفي أثناء مثولها أمام محكمة العدل الدولية لازالت تقوم بنفس هذا الدور. يعني كلنا شفنا خطاب نتنياهو بعد يعني إصدار الدعوة بشكل واضح يلجأ للحيل الدبلوماسية للخروج من ورطة الاتهامات خلينا نقول الثقيلة التي توجه له ولي إسرائيل. أبرز هذه الحيل اللي توقفت عندها وبالتأكيد حضرتك شفت الخطاب. يعني نتنياهو يعلم علم اليقين أنه قد مات إكلينيكيا سياسيا داخل إسرائيل، وبالتالي ليس من مصلحته بأي حال من الأحوال رمي ما يحدث إلا على توسيع دائرة الصراع والسعي وبشكل كبير من خلال نسج الكثير من الأكاذيب والمزاعم. فليس من المنطق أن ننتظر من الكاذب أن يتحدث عن الصدق، وليس من العقل ولا من المنطق أن ننتظر من الخائن أن يتحدث عن الأمانة. هذه أخلاقهم، ولكن أخلاق المصريين وأخلاق القيادة السياسية المصرية دائما ما تتسم بالشرف في زمن عز فيه الشرف. وبالتالي إسرائيل تريد أن تتهرب من المسؤولية القانونية أمام محكمة العدل الدولية، لأن هذه الجريمة وضعت دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة وليس أفراد، لأن محكمة العدل الدولية هي مختصة بمحاكمة الدول وليس الأفراد عكس المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي أرى أن نتنياهو يسعى إلى التهرب من المسؤولية القانونية المثبتة ليس فقط من 84 دولة مقدمة من فريق الدفاع في جنوب أفريقيا، ولكن أمام شاشات التلفاز، لأن الجرائم التي ارتكبت كإبادة جماعية دولة الأبرتايد دولة إسرائيل ارتكبت الكثير من جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وليس لديه مخرج قانوني، باعتبار أن هذه المحاكمة ستضع إسرائيل في ورطة سياسية ودبلوماسية وقانونية كبيرة مع الكثير من الدول، وستوصم إسرائيل مدى العمر إذا صدر حكم بأن هذه الدولة هي دولة إبادة جماعية. وبالتالي هذا النعت أو هذه الصفة لن تستطيع إسرائيل أن تخرج منها، ولكن هذا سيحتاج وقت. ولكننا الآن نبحث من خلال محكمة العدل الدولية عن تدابير مؤقتة أو إجراءات احترازية أو الشق المستعجل في هذه الدعوة التي لابد أن يفضي إلى ضرورة إدخال المساعدات. ده احنا لو نظرنا للدعوة لمقدمة جنوب أفريقيا هي تدحض الإدعاءات الكاذبة من جانب إسرائيل، لأنها تطالب بزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما ينفي تماما يعني الأكاذيب والمزاعم الإسرائيلية للدولة المصرية. نعم، أنا بشكر حضرتك يا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك.